الشيخ بشر إبراهيم والله غير مات وهو لا يملك أفعال. غرفة ما يملكهاش. مات وهو كاري عن مليونية. نعم رجال. وكان يقول له يا ربي شوف أنطقه الله هذا العالم في سنة 53 كتب مقال يتكلم عن الجزائر يقول لها ربي راه كتب عليا كتب في التاريخ نتاعي في الصفحة نتاعي بلي نفتح عينيا يعني الباب وعندي موثقة مقيدة في الأثر ربي قدر لي الموت وانت حرة وانت مطلقة وقد أبرعه الله. مات بعد 3 سنوات من استقلال الجزائر وقالها وكتب الله لي أن أملك من أرضك شبرا فهل تكتب لي الأقدار أن أحوز في ثراك قبرا. يقدر لي ربي باش ندي قضية في 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 الجزائر. مات منذ شهرين ولا ثلاثة كتبت جريدة باللي الطرف نتاع الطرف في قلب البياض أعطي أهدية إلى الجنرال دوغول وهذه اليامات باعوه العائلة تاع دوغول وشراه واحد جزائري المزيار والنايم الجزائر في 63 يعطى طرف نتاع تراب دوغول اللي ضرب في البومبا اتوميك القنبلة الذرية ضربها في الجزائر واللي قتل 45 ألف جزائري في 8 ماي 45 كان هو الحاكم تاع فرنسا والبراهيمي اللي احيا الجزائر عاد 1920 ولا من دمشق من الشام باش يوفي هذا الكعب يموت ولا يملك شقه من غرفه واحده. معليش شر البليه ما يضحك حكاو لنا الشيوخ اللي عرفوا الشيخ البشير عاشوا معه وطلب منه كان يلقاو له دويره ريت شوف الحبر كان عرض وكبير ومريض فقال لهم شوفوا لي دويره ما لقاوش دبروا له ابارتمون في نوتردام بافريك ما فيها لا سانسور لا والو. الشيخ اللي داه داني داه تحلو الطياقه قلت له هذيك الكنيسيه قال له شوف الشيخ انا هذوك سانتو جان هذي البحر ونهوى وتقرا مليح وتكون الشعر شاف اللي عرف اللي قيمته نزلت قال له يا فلان هذه المنطقة هذه وسنها قال له الشيخ يسميوها مدام لافريك قال لكم تحوسوا لها على مكيو لافريك شر البلية فيما يضحك شعر يقول لي مثل هذا يذوب القلب من كمد لو كان في القلب إسلام وإيمان. هذا الرمز نتاع الجزائر هكذا عاملنا هكذا درنا لو كان ماشي الإيمان نتاعو بالجزائر وبالإسلام صحيح هو ثاني حرك كذا عندما ما يحرك يديروا له طابيلون كان مع هاد الاقماق ما باش الشيخ مخضر حسين والشيخ بن مبارك بن دلس من كبار الشيخ طاهر الجزائري من بني سمغون في نواحي سيدي عيد هو بيداب لا بيبليوتيك لا تومان في سوريا في دمشق الشيخ طاهر الجزائري.